لا انت عملته خلاص يا عمر. كادر يا صاحبي معلش حطيت لك الكادر. تهنا بقى رحنا في حته كلها عيال تايهين كتير كده وكله بيعيط، فاحنا كنا ما بنعيطش. ف بقول له يا احمد احنا تهنا، فين امك فين ابوك فين؟ فالمهم قال لي مش عارف. قلت له طب يلا نعيط. عيطنا بقى. ده انا بص انا على كوكب زحالي في دمياط راس البر. ما رحتش تصيف ليه لحد دلوقت؟ عشان لا ما رحناش. معلش انا مش هطلع لوحدي. لا ثانيه لا المصايف كانت زحمه السنه دي والساحل كان زحمه وما عرفناش نروح العلمين. كنا رايحين العلمين بس ما لقيناها زحمه فما عرفناش نروح. ما فيش اماكن تانية بتروح؟ لا ما الصراحه ما فيش غير العلمين نروح. الفيلا هناك مش عارفين بقى نروحها وكده عشان زحمه. رحت جزر المالديف كم مره؟ لا كنا هنروح السنه دي فعلا، كنا رايحين نحجز بس الفكره في الورق بقى والباسبور والحاجات دي كلها. ايه موقف غريب حصل لك وانت في المصيف؟ موقف غريب مش فاكر. لا مش فاكر حاجه معينه. جزر المالديف قبل كده؟ كم مره؟ يعني ما تعديش بتاع 5 مرات كده. مره؟ تعرفها في مكانها فين اصلا؟ جزر المالديف مكانها تقع فين؟ هو والله اللي كان ودينا ما اعرفش المكان فين. رايح وخلاص. احكي لنا كده موقف. يلا ماشي. طب ما تحكي لنا موقف حصل معاك هناك بقى. هو كان قبل كده كنا احنا الاثنين كنا 4 انا وهو واثنين كمان هنا في المحل. تمام. بعد ما رحنا فجينا عشان ننزل بقى ونعمل غطس كده كنا لابسين البدله والحاجه وكده، فجيت لما بكت خلصونا بقى فكنا هنغرق كلنا بس يلا ما الحر عدى كله تمام ان شاء الله. ما صيفتش ليه لحد دلوقتي؟ لا صيف. فين؟ اسكندريه. كنا موقف بقى غريب حصل لك وانت في اسكندريه. موقف ايه؟ غريب حصل لك وانت في مصر؟ لا ما عادي يعني ما حصلش حاجه. حصلش اي حاجه لفتت نظرك في المصيف او كده؟ لا لا. رحت جزر المالديف كم مره؟ لا كتير جدا مثلا. كتير مش قادر اعد. كتير؟ تعرفها فين اصلا؟ هنا في الكوكب يعني. الكوكب بس؟ طب رحت جزر المالديف قبل كده؟ جزر ايه؟ جزر المالديف. المالديف دي؟ سمعتش عنها؟ لا ما اعرفش مالديف دي. طب ما تحكي لنا موقف حصل معاك وانت في المصيف. موقف حصل معايا في المصيف؟ واحد صاحبي كان هيغرق وانا شلته بس. انت بتعرف تعوم يعني؟ عوم كلاب يعني كده. تراس البر. تحكي لنا موقف حصل معاك. ولا اي موقف. موقف حصل معاك في البحر؟ هو كان بيغرقني وانا وهو كنا بنغرق بعض. ومين اللي غرق فيكم؟ محدش غرق. رحت جزر المالديف قبل كده؟ لا. بتسمع عنها؟ لا. ايه السؤال؟ ما صيفتش ليه لحد دلوقتي؟ صيفتش ليه؟ فلوس مش معايا فلوس. رحت جزر المالديف كم مرة؟ رحت جزر المالديف كم مرة؟ 95 مرة. والله ما رحتها ولا مرة. بتسمع عنها؟ بسمع عنها وبشوفها كتير. ايه يمنعك ان انت ما تروحش بقى؟ يمنعك اللي انت ما تروحش؟ بكو بيقول لي ما مش رايحين ولا خيرنا اسكندريه بس، ولا شفنا اسكندريه ولا حتى قمصه. كنا موقف حصل معاك قبل كده في المصيف؟ ايه؟ كنا موقف حصل معاك قبل كده في المصيف؟ موقف حصل معايا قبل كده في الموقف في الايه؟ في المصيف. في المصيف. السلام عليكم. ايه والله ما فاكر عشان حصل معايا كذا موقف. مش فاكر منهم ولا موقف؟ مش فاكر قوي. بتعمل ايه؟ مش فاكر قوي والله. ما صيفتش لحد دلوقتي؟ معلش فلوس والله. رحت المالديف كم مره؟ انا رحتها بتاع 5 مرات 6 كده. والله. طب احكي لنا موقف حصل معاك في جزر المالديف. لا مفيش مواقف، كل حاجه اوبشن. كل حاجه كانت تمام في ال5 مرات ده؟ في ال5 مرات كل حاجه تمام. موقف حصل معاك قبل كده في مصر؟ عادي يعني ما حصلش حاجة. ما حصلش حاجة؟ احنا رحت جزر المالديف كم مرة؟ ولا مرة والله. مرة خالص؟ ولا مرة. عارفها فين جزر المالديف دي أصلا؟ رحتها. فين دي أصلا؟ ماشي عنها خالص؟ آخر مرة ما أعرفش والله. ما صيفتش ليه لحد دلوقتي؟
والله الظروف مش منطقيه يعني عشان اطلع اصيف. جزر المالديف كم مره؟ نعم جزر المالديف كم مره؟ والله ما رحت ولا جيت. احكي لنا موقف حصل لك وانت في المصيف. في المصيف انا رحت المصيف وغير قدامه واحد قدامي غير واحد ما من بعدها ما رضيتش اطلع تاني. ما رحتش المصيف لسه نادي؟ لا رحت. انت مش فين؟ رحت راس سدر وراس البر واسكندريه يومين. طب رحت جزر المالديف كم مره؟ لا ولا مره. سمعت عنها يا. كتير. حصل لك موقف غريب وانت في المصيف؟ لا ما حصل لي بصراحه. مش اي موقف عدى عليك؟ هو عيل صغير بس اللي هو غري وانا انقذته بس. بس كده؟ بس كده. ما صيفتش ليه لحد دلوقتي؟ لا انا صيفت يا باشا. فين؟ راس سدر. احكي لنا موقف بقى حصل معاك في راس سدر. انا اتقرصت بس شويه من الميه وبتاع كرابيجو كده. من ايه؟ بس من ايه في الميه؟ كرابيجو بتعمل غطس وكده يعني. رحت جزر المالديف قبل كده؟ ايه ده؟ جزر المالديف رحتها كم مره؟ لا ما رحتش. ما رحتش. سمعت عنها يعني؟ سمعت عنها بس ما رحتش حاجه. ما صيفتش لحد دلوقتي؟ والله ايه سمعت؟ حوار ده. البيت بترند. يلا. ما صيفتش لحد دلوقتي؟ والله ظروف ما نعمل ايه؟ عادي. هو انا بصيف بس ايه؟ هو السنه دي بقى في حاجه غلط. اللي هي غلط بس ما اعرفش، في حاجه غلط بس ايه هي ما اعرفش، يمكن في الراجل ده اول مره صاحبه السنه دي وبوش راح صيف. رحت جزر المالديف كم مره؟ ايه؟ جزر المالديف رحتها كم مره؟ ياه ولا مره. والله اروح فين بس. احكي لنا موقف حصل معاك في المصيف. المصيف؟ كنت بغرق واصحابي بيصوروني وبيضحكوا، انا بغرق الرجاله بيصوروا وبيضحكوا. بيضحكوا عليهم عرفت. طب انا بغرق طلعوني. لا بيضحكوا بيصوروا. فاكرك بتهزر ولا عايزين يغرقوا؟ لا هم عايزين يغرقوني اصلا، مش بيحبوني اصلا. اصحابي انديه. ما صيفتش ليه لحد دلوقتي؟ صيفتش ليه لحد دلوقتي؟ يعني عشان بابا مسافر ومستنيه لما يرجع وكده. جزر المالديف قبل كده؟ لا ما رحتهاش. تسمع عنها اصلا؟ طبعا. هي بتقع فين؟ هي انا اعرف انها في المحيط اسمه ايه ده؟ ما صيفتش لسه نادي؟ لا صيفت من هنا. انت فين؟ رحت سينا. طب رحت جزر المالديف قبل كده؟ جزر ايه؟ جزر المالديف. المالديف دي؟ سمعتش عنها؟ لا ما اعرفش مالديف دي. طب ما تحكي لنا موقف حصل معاك وانت في المصيف. موقف حصل معايا في المصيف؟ واحد صاحبي كان هيغرق وانا شلته بس. بتعرف تعوم يعني؟ اعوم كلاب يعني كده. صيفت فين السنه دي؟ راس البر ودمياط. احكي لنا موقف حصل معاك بقى في مصر. المعلم ده كنت كان بيغرقني والنضاره وقعت مني في الميه بس. انت ما بتعرفش تعوم؟ ايه؟ ما بتعرفش تعوم؟ لا انا كنت بتعلم بس. رحت جزر المالديف قبل كده؟ ايه؟ جزر المالديف رحتها قبل كده؟ لا. اسمع عنها يعني؟ اسمع عنها بس ما رحتهاش. ايه اللي يمنعك ان انت ما تروحهاش؟ شغلي وكده بس.